عندنا لك تحدي. طالما أنت شاعر تقدر ترتجل لنا بيت الآن على الهواء مباشرة فورا. اختار أي موضوع وانطلق. انحشرت؟ لا والله ما انحشرت، لكن ما أدري شو بقول. تبي بيت أنت ولا تبي قصي؟ أبي بيت. أنا مكتفي يعني جديد. أي ارتجال. ممكن أرد عليك محاورة، ها؟ يلا شرف لي في ذمتي يا حبيبي. الله يقول والصار والصاير وش اللي تبونه؟ أنا على وضح النقا يا أبو لافي. ها هذا بيت. يا سلام. هذا بيت. لا وبيت عن برنامج والصاير. إيه وفي اسم ابو لافي. لا كذا كثير. لا الشطر الاول ترى استفهامات. وصار وصاير وش اللي تبونه. لا انا على طلع الشعر سهل. هو شوف انا ترى يعني من يعني ما باي بيت انت يطري عليك تكتبه. إيه؟ نفس هذا ترى يعني بيت يعني وزن وقافيه. البيت هذا موزون الان. ايه وزن وقافيه. انت ما تقول برد عليك، ما تعرف انه موجود. برد عليك. اورنز كيف حالك؟ شو اخبارك؟ شو مسوي؟ ان شاء الله تمام.